يقول إنني ملتزم والحمد لله، وإذا أردت الزواج فما هي الشروط التي يجب علي أن أشترطها في الفتاة؟ هل لا بد أن تكون ملتزمة بجميع أحكام الشريعة الإسلامية، أم أكتفي بكونها تصلي وأقوم أنا بتعليمها ما تبقى إن شاء الله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين فربت يداه. فالذي يريد الزواج يتحرى المرأة البينة التي تؤدي ما أوجب الله عليها وتتجنب ما حرم الله عليها وتلتزم بالحياء والحشمة والستر وغير ذلك من الآداب الشرعية، ولا يكفي أنها تصلي، فلا بد من أداء بقية الفرائض وتجنب المحرمات والمعاصي. وما دمت في دور الاختيار عليك أن تختار الملتزم في دينها، ولا يكفي أن تكون ملتزمة لبعض الدين ومتساهلة في البعض الآخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.